شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات منافسات سباق الخيول ذات الملكية الخاصة للمواطنين للقدرة والتحمل لأفضل حالة خيل لمسافة 100 كيلومتر. كما توج سموه في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم الفائزة بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشباب والناشئين الدولية للقدرة والتحمل لأفضل حالة خيل لمسافة 120 كيلومتر، وكذلك الفائز بالمركز الأول للسباق النسائي المفتوح لمسافة 90 كيلومتر، بالإضافة لتتويج وتكريم جميع الفائزين بفئات السرعة وأفضل حالة جواد.